بعد وصولنا مشاهدينا للمريخ بمسبار الأمل. اليوم الخبر اللي ذكرته لنا أروى بأن نحن إن شاء الله في صور عالية الجودة بمركز أكيد محمد للفضاء، ومنها بنتعرف أكثر على استكشاف القمر وبنتعرف أكثر على القمر. صحيح مروة، ولكن أيضا خلنا نقول في الكليات في دولة الإمارات أتذكر في آخر المساقات لما قررنا نحن نرسم مسبار الأمل كنا متواجدين في الكليات دائما ما كانوا أيضا يعلمونا أو يكون متواجد في مختلف الحصص الدراسية اللي موجودة كيف من الممكن أن نحن أكثر فهما للموضوع، علما بأن نحن تخصصاتنا نوعا ما مختلفة عن الآخر فعلا. فبالتالي هم كان عندهم حرص من خلال وزارة التعليم العالي أن كل المجالات تكون فاهمة هذا الموضوع تكون ملمة فيه. يعني إحنا عارفين من خلال الأخبار نحن سوف نصل في يوم من الأيام إلى المريخ أو سوف نصل إلى القمر، ولكن من خلال الصور اللي يترشح لنا طبعا مثل ما ذكرت أروى في الخبر الكثير خلينا نقول من الصور اللي تنبأت من الأشياء اللي طرشناها والأقمار الصناعية اللي طرشناها للإمارات، ولكن دائما ما تكون الوزارة ملمة بهذا الموضوع وإلمام أيضا الطلبة بهذه المواضيع المتجددة في دولة الإمارات. فعلا يا حمدة، يعني من أجمل الأشياء فعلا أننا نحن من مسبار الأمل إلى استكشاف ومشروع استكشاف القمر، ومنا أيضا لإمارة أبوظبي اللي ذكرتها أيضا لنا أروى بأنها في العديد من المشاريع اللي أكيد خلينا نقول للقطاع أكيد السياحي ودعم القطاع السياحي في الإمارة للتعافي من جائحة كورونا، وكان دائما يعني في دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة دوما بالحصول على المركز الأول من ناحية جائحة كورونا، من ناحية أيضا الفضاء، ومن ناحية أيضا التعافي من جائحة كورونا. سرعة خلينا نقول مروس أن نركز على فكرة سرعة التعافي من الجائحة، يعني علما بأن الجائحة وصلت إلى كل العالم، ولكن هناك الكثير من القطاعات أو الأشخاص اللي يشتغلوا في هذه القطاعات الحكومية داعمين لهذا الموضوع. يعني في الكثير من الأفكار اللي طلعت ما كانت متواجدة لما إحنا أو قبل الجائحة، منها لما تقولي دعم السياحة في دولة الإمارات، أيضا السياحة الافتراضية كانت متواجدة بعيدا عن حتى يمكن الخبر اللي ذكرته أروى أن هي السياحة الفعلية، ولكن أيضا ما ننسى الدور الآخر للسياحة الافتراضية في دولة الإمارات اللي دائما ما نتحدث عنها ودائما ما نشوفها، حتى على فكرة السياحة الداخلية، وخلنا نقول وجود الرحلات اللي تهتم بخلنا نقول تواجد جميع الناس في جميع الأماكن، هاي أيضا تدعم السياحة سواء كانت في دولة الإمارات أو خارجها. وأيضا هناك ذكرتي مواضيع السياحة من جميع الجوانب، ولكن أيضا هناك سياحة للطب للأشخاص اللي عندهم مشاكل يتعالجون في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب الطب العالي، وأيضا خبرة خلينا نقول الدكاترة وأيضا الأطباء. ومن هذه المواضيع اللي العديد خلينا نقول من البلدان العربية لجأوا لدولة الإمارات العربية المتحدة في حالات العقم، فمشاهدينا تصلنا في حالات العقم أو عدم القدرة على الإنجاب بعد مرور عام كامل على الزواج دون استخدام أي وسائل لمنع الحمل، وتشير بعض الدراسات إلى أن 60% من أسباب عدم الإنجاب تكون بسبب مشكلات نسائية و20% ذكورية و20% نتيجة وجود خلل لدى الزوجين. مع التطور المتقدم في مجال طب الإنجاب وجدت العديد من الأجهزة التشخيصية الحديثة والعلاجات الآمنة والفعالة لعلاج ذلك. فعلا يا مرة، وأيضا متعرف أكثر على أحدث التقنيات العلاجية للعقم عبر الهاتف مع البروفيسور موسى الكردي استشاري جراحات التنظيرية في العقم والأورام بدبي. صباح الخير دكتور. صباحك ورد دكتور. صباح النور ست حمدة وست مروة. يا هلا، شكرا على الاستضافة. يا هلا، وإحنا سعداء بتواجدك أيضا معنا اليوم. دكتور، في البداية ما هي أحدث التقنيات العلاجية التي تعالج العقم المديد؟ العقم الحقيقة بشكل رئيسي مثل ما تفضلتوا مسؤولية الامرأة في حوالي يعني 35% وعند الرجل حوالي 30% ومشتركة 10%، وعقم مجهول السبب حوالي 25%. يعني عندنا في الدول العربية حوالي على الأقل يعني عدة ملايين من السيدات اللي عندهم عقم مجهول السبب، وهذه المشكلة الأساسية. لو كان عقم امرأة معروف السبب مثل ما في إباضة، وهذا احتماله صار أقل في الأوقات الحالية، فممكن تحيد الإباضة. إذا كان السبب فيها الأنابيب مغلقة فممكن تنفتح بالبالون أو بطفل الأنبوب، وعقب الرجل ممكن يتساوله طفل أنبوب عند الضرورة. لكن المشكلة الرئيسية
هي عقم المجهول السبب. يعني في ذرية عند الامرأة إباضة وهي الغالب، وفي ذرية عند الرجل طبيعية وهو الغالب، لكن ما عم يصير حمل. ففي هالأحوال هذه نلجأ لطفل الأنبوب وهي وسيلة ممتازة، لكن طبعا لكل شيء له سوء يعني استعمال جيد وسوء استعمال. صحيح. فلذلك عموما أحدث شيء هي الجراحات التنظيرية بالاختصار، جراحات التنظيرية بالليزر مع فتح الأنابيب بالبالون، هذه تقنية. التقنية الأخرى هي الطفل الأنبوب والتقنيات المتجددة، وهذا أيضا أمر يعني في غاية الأهمية. ومن النادر جدا أن لا يمكن علاج امرأة أو رجل عنده عقم، وعندنا حالات يعني شبه مستحيلة وحملنا أو حملت الزوجات بشكل طبيعي. نعم. بروفيسور، هل لحد هذه الأسباب، خلينا نقول أسبابها، مشكلة أو مرض التكيسات على المبايض، وخاصة أنها تسبب أيضا للمرأة العقم على المدى الطويل؟ التكيسات شائعة، لكن المقولة بأنها تسبب عقم على المدى الطويل هي ما هو صحيح. نعم. معذرة يعني. وهناك يعني شبه موجة من تجريم يعني أن نجعل التكيس مجرم ويجب أن نحاربه. نعم. موجود التكيس أو المبيضين متعددي الكيسات عند 40 إلى 45% من النساء كبيرة في الشرق الأوسط. صحيح. يعني 40 إلى 45% منهم شقر والباقي سمر. فيعني ال 45% هدول معناتها غير طبيعيات. فإذا من اللي ماشيين بالشارع على الأقل قرب النصف عندهم مبيضين متعدد الكيسات. نعم. عندهم هدول اللي مبيضين متعدد الكيسات خصوبة عالية، يعني نعم، مخزون مبيض عالي أو ما يسمى مخزون مبيض. عندهم إذا حرضنا الإباضة سواء لحمل طبيعي أو طفل أنبوب بيطلعوا بيوض عالي جدا 30 وفوق. نعم. إيضا وبالتالي مو صحيح، و 90% إلى 95% بصير عندهم إباضة طبيعية. صحيح. المشكلة هي تخويف الناس من هذا المرض، وإنك بدك تراجعي كل 3 شهور يا بنت اللي عمرها 13 سنة ولا 14 سنة وتصوري حال الأم وحال الأب. صحيح. وحال وبدها تجي من بيروت بس مشان تعالج بنتها عندنا عمرها 14 سنة، لأنه قالوا لها بدها كي مبايض تصور بعمر ال 14. طيب هذا ما بيجوز، ودوركم أنتم يعني الإعلام الهادف اللي سمعت المقدمة وكيف بنيجي يعني بيجينا مرضى من أنحاء الدنيا لمعالجة حالات العقم المعند، فهذا لازم تبينوا أنه تكيس المبايض هو حالة طبيعية 100%. نعم. لا يتوجب أي علاج. إذا عم تجيها الفتاة أو الإمرأة دورة بشكل عام كل شهر زائد ناقص أيام. نعم. هذا يعني أن نسبة الإباضة عندهم احتمال الإباضة 97%، واحتمال أن يحدث المبيض متعدد الكيسات عقم. وجدنا آلية جديدة، فهذا مهم انه يعني الناس تعرفه. وجدنا انه المبيضين عديدي الكيسات، بنعرف هذا الامر من زمان انه كبيري الحجم، فاذا تصادف ان المبيض متعدد الكيسات او مبيضين متعددي الكيسات والرحم مايل للخلف او مقلوب للخلف، الامرين سوا بيرفعوا المبيضين والانابيب خارج الحوض، لأنه ما عاد في استيعاب ما بين الرحم بالأمام والكولون بالخلف. صحيح. فيرتفع الأنابيب للأعلى فيحدث عدم حمل، ليس بسبب يعني ما يسمى تكيس المبايض، بسبب حجم المبايض. نعم. يعني مبيض متعدد كيسات لوحده لا يحدث عقم، رحم مقلوب بالخلف نسبته 30% عند الناس لا يحدث عقم بحد ذاته،
عندما يجتمع الرحم المقلوب للخلف أو المائل للخلف مع المبيض الكبير المتعدد الكيسات بيرتفعوا الأنابيب للأعلى، فهون صار العقم أنبوبي وليس بسبب مبيض متعدد كيسات. نعم. وهذا طورنا له عملية في كامبريدج وقت اللي كنت بروفيسور منا في السنوات اللي قضيتها في بريطانيا فوق 35 سنة، فطورنا عملية قلب الرحم للأمام وإنزال المبيضين والأنابيب لأسفل الحوض، يحدث الحمل بنسبة حوالي 90 إلى 95% بصورة طبيعية دون الحاجة لأي معالجة، دون الحاجة لطفل أنبوب. وهذا الشيء اللي عم نفتخر فيه إنه الآن في طريقة جديدة، بينما في السابق وما زال في بعض الأحيان في إنه المبيضين تبعوتك كبار، خلينا نكويهم أو خلينا نثقبهم فمشان ننزل الحجم. صحيح. هذا فيه خطورة كبيرة إنه بيقتل هالكوي آلاف البيوض وبيساوي التصاقات حول المبيضين والأنابيب. فما بيكون في عقم حقيقي، بيصير في عقم حقيقي بعد ذلك ويصعب علاجه، ويستفيد من كي المبيضين حوالي 15% أو أقل حسب الإحصاءات البريطانية، ويتضرر حوالي 85% لأنه انقتل آلاف البيوض بدون مبرر. يعني كل كوية واحدة تقتل حوالي 5000 بيضة. صحيح. وعندنا مخزون المبيض محدود. فسؤال مهم أنه المبيض متعدد الكيسات هل يحدث عقم لوحده؟ لا. مع الرحم المقلوب للخلف يحدث عقم أنبوبي. نعم. صحيح. ولكن أيضا بروفيسور، هاي الأشياء وهذه الأسباب أيضا يمكن أن تتلاشى بفكرة الفحص الدوري. خبرنا بروفيسور عن أهمية الفحص الدوري وفحص أفضل الأيام لاستقبال طبعا بطانة الرحم للأجنة في حالات طبعا عدم نجاح زرع الأجنة بشكل متكرر عند بعض المرضى الخاضعين لعمليات أطفال الأنابيب. عموما يعني الفحص الدوري أهميته في غاية الأهمية، خاصة للكشف الباكر عن ما قبل الخبز، قبل أن يحدث خبز في عنق الرحم، أيضا من أجل معرفة إذا كان فيه أي مشكلة صحية. لكن بدي يعني للأسف يعني أسرك سر لا تقوليه لحدا إذا ممكن، يعني عندما تذهب الإمرأة لإجراء طفل الأنبوب، عندنا كان في بريطانيا وكنت في كامبريدج المركز الأول اللي صار لطفل الأنبوب بورن هول الرئيسي وليس الفرعي، كنا دائما نفحص الإمرأة بشكل دقيق خارج وقت الدورة لمعرفة 30-40% من الأسباب اللي بتؤدي إلى فشل طفل الأنبوب ونعالجها قبل ما نعمل طفل أنبوب. فهذا من أجزاء أو من ضمن الفحص الدوري. وثم نعطي الإمرأة موعد في ثاني يوم الدورة لإجراء تحريض إباضة. ما يحدث في كثير من المراكز في الشرق الأوسط أن تأتي الإمرأة ثاني يوم الدورة بناء على تعليمات المركز رأسا على التصوير، ورأسا بتنحط على الكونفير بيلت بسميها، يعني شو بسموه هذا الجسر المتحرك اللي تبعه الآلي، وتاخذ تحريض إباضة وهكذا. ولا نكتشف 30-40% من أسباب فشل طفل الأنبوب قبل أن يجرى طفل الأنبوب. نعم. فلذلك بصير نسبة فشل عالية. وأيضا للأسف أيضا عم نحكي نحن عن الفحص الدوري. الفحص الدوري في غاية الأهمية وأحسن أوقات لتلقي البيوض وانزراعها هي طبعا بعد حدوث الإباضة عادة بيومين، لكن كما هو الطبيعة بين يومين وحتى 5 أيام. لكن للأسف الشديد هناك مشكلة كبيرة، يعني إذا كنت بدنا نحكي عليها، هي نسبة التحويل إلى طفل الأنبوب عم تكون مختلفة كليا عن بقية العالم في منطقتنا. يعني في بريطانيا الطب المبني على البرهان مثل ما بتعرفوا سابقا كانت العرب بتقول
الرجل العاقل أو العاقل من اتعظ بغيره. في الطب الحديث العاقل هو من يتبع الطب المبني على البرهان، يعني ما أثبتته التجارب أنه ذات فائدة. في بريطانيا يحول إلى طفل الأنبوب 10 إلى 20% من حالات العقم. في بلادنا يحول حوالي 80 إلى 90%. وبالتالي هناك قفز على أسباب العقم الحقيقية فلا تستقصى، وقفز على معالجات أسباب العقم، ولذلك بنلاقي نسبة فشل طفل الأنبوب عالية. صحيح. بالأساس. وبالأخير 40% عم يحبلوا بطفل الأنبوب. نعم. أو نحو ذلك، وفي 50 إلى 60% قاعدين حزانة ظانين أنه قمة الهرم طفل الأنبوب، في حين أنه إذا رجعنا للبيزك go back to basic and نشوف إذا كان نعرف شو أسباب العقم من ارتفاع الأنابيب للأعلى، هذا شيء جديد في الطب الدفائي، إذا كان المبيضين كبيرين وعاليين فمننزل الأنابيب بجراحة تنظيرية بسيطة وتحمل بشكل طبيعي، وإذا كان في تضيق في الأنابيب نوسعها بالبالون، وإذا كانوا مسدودين الأنابيب نفتحها بالبالون أو بالليزر، ونسبة نجاحها أعلى بكثير من أي يعني حالة طفل أنبوب. ولذلك هناك تكامل ما بين الجراحة التنظيرية وما بين طفل الأنبوب، لكن الشكل العلمي يأخذ هو كما قالت يعني الطب المبني على البرهان أو قواعده. صحيح. إنه دور على الأسباب أولا وعالجها، وإن لم تجد عندئذ نقفز لطفل الأنبوب. صحيح. لكن لا نقفز مسبقا، وخاصة فوق عمر 40 ما بينجح طفل الأنبوب، وخاصة في حال انخفاض مخزون المبيض أو فحص مخزون المبيض الدموي، هذا إذا كان منخفض بروفيسور موسى يجب أكيد تحويل المريضة إلى العلاج. صحيح. الطبيعي إن شاء الله بإذن الله، وأكيد الله يرزق كل محروم أكيد الذرية الصالحة. كنت أنا عبر الهاتف البروفيسور موسى الكردي استشاري الجراحات التنظيرية في العقم والأورام في دبي، شكرا لتواصلك ويانا لهذا الصباح، وشكرا على هذه المعلومات.